مشاهدات ومشاهدو قناة الجديدة 24، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع الحدث. الحدث دائما هو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولتسليط مزيد من الأضواء على هذا الحدث يحضر معي الفاعل السياسي الأستاذ هشام عيروب. أهلا وسهلا أستاذ هشام. مساء الخير، شكرا على الدعوة وشكرا على الاستضافة. إذن أستاذ هشام، أنت من مواليد سنة 1987 بمدينة الجديدة، مهندس دولة في الاتصالات، خريج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، حاصل على شهادة الماستر في تدبير المدن والتراب من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عضو المكتب الوطني لمنظمة شباب الحزب، أحد مهندسي المؤتمر الأخير للحزب بمدينة الجديدة والذي انتخب فيه الأستاذ عبد اللطيف وهبي أمينا عاما للحزب. تشغل الآن مهمة مستشار سياسي لدى فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ومكلف بمهمة لدى الأمين العام للحزب. سيد هشام، الآن على مستوى إقليم الجديدة نلاحظ ونتابع منذ مدة مجموعة من الأحزاب الذين دخلوا الساحة السياسية من خلال إعادة ترتيب البيت الداخلي وهيكلة فروعها على مستوى مختلف جماعات الإقليم، في الوقت الذي نلاحظ غياب تام لحزبكم حزب الأصالة والمعاصرة عن الساحة السياسية بمدينة الجديدة على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاقات. ما غاديش نسمي غياب، هو طريقة ديال الشغل اللي اختارها الحزب على مستوى الإقليم، والعمل في صمت بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن الكاميرات. هذا طريقة ديال الشغل اختارها المسؤول الإقليمي، وممكن أن نطمئن المناضلين ديال الحزب أصالة والمعاصرة أنه أضعف الإيمان غيكون عندها نفس نتائج 2015 و2016، وكنراهنوا على مكتسبات جديدة إن شاء الله على مستوى إقليم جديدة، وإن شاء الله حزب الأصالة والمعاصرة غيكون في المواعيد وغيحتل الصدارة ديالو، والمهم هو أنه غندفعوا بوجوه جديدة وبنخبة جديدة لأن تحمل المسؤولية داخل الإقليم. بالنسبة حاولنا ندير واحد المقارنة مستوى الاشتغال بالنسبة لإقليم سيدي بنور وإقليم الجديدة، لاحظنا هناك فرق، ما السبب في ذلك؟ الفرق هو أنه سي فتح عمار الأمين الإقليمي ديال الحزب على مستوى سيدي بنور خد المسؤولية ديالو منذ مدة، واختار أنه يجدد الفروع على مستوى إقليم سيدي بنور ونجح في ذلك، وكنحييه من هذا المنبر. على مستوى إقليم جديدة كان عندنا واحد الإشكال تنظيمي تم الحل ديالو مع إعفاء الكاتب الإقليمي السابق. في هذا النقطة بالضبط أستاذ هشام، هل هناك بالنسبة على ذكر الأمين الإقليمي، هل تم إعفاء أم ماذا؟ المواطن الجديد يتساءل، على بعد أسابيع قليلة يتم إعفاء الأمين الإقليمي، ما السبب؟ ماشي أسابيع قليلة، أشهر، شي شهرين دابا تم الإعفاء ديالو نظرا للتجاوزات اللي قام بها ونظرا لأخطاء تنظيمية على مستوى الإقليم. تقرر الإعفاء ديالو بالمهمة، وتم تكليف السيد سي عبد الحق مهتاب كمسؤول على الحزب على مستوى الإقليم، هو باشر العمل ديالو، ولحد الآن أنا راه ناجح في المسؤولية ديالو، وإن شاء الله مازال غيكون عنده غيكون الخير معاه. إذا بالنسبة لاحظنا إعفاء الأمين الإقليمي، لاحظنا أيضا مغادرة وجوه بارزة للحزب، مثلا عندنا رئيس المجلس الإقليمي، عندنا رئيس جماعة الحوزية، هذه وجوه دي بيلي ديال الحزب هنا في الإقليم لغادرات الحزب. على مستوى الحزب لا أظن أنه الحزب كان عبر أنه استغنى على الناس، هما غادروا بمحض الإرادة ديالهم لأسباب موضوعية وذاتية متعلقة بالمشهد السياسي على مستوى الإقليم، وهما الوحيدين اللي ممكن يجاوبوك علاش غادروا، وممكن تستدعي السي سهيدي والسي صافي هذو يجاوبوك علاش غادروا الحزب، وكيبقاو ناس كنحترمهم وناس كنقدرهم من نظرة التجربة ديالهم، وما نبغيش ندخل في التفاصيل ديال المغادرة، وكل واحد حر أنه يختار اللون السياسي اللي كيرتاح فيه، ورغم أنه أنا كبامي كيف كي بغيتهم يبقاو معنا، ولكن للأسف سورتو السي صافي
سي صافي اللي نجح في المهمه ديالو وناجح في التسيير ديالو ديال الجامعات الحوزيه، لكنه ارتاح انه يغير اللون السياسي وهو حر. لان ما كتشوفش السي هشام ان المغادره ديال بحال هذه الوجوه هذه تقدر تاثر على النتائج، خصوصا اننا كنعرفوا ان حزب الاصاله والمعاصره على مستوى اقليم جديده ولا اقليم سيدي بنور فحقق نتائج جد جد مرضيه، عنده تمثيليه برلمانيه على مستوى الغرف، على مستوى المجالس الاقليميه، على مستوى رئاسات الجماعات، على مستوى عضويه الجماعات. واش مغادره بحال هذه الوجوه واش ما غتاثرش على النتائج المقبله اللي انت كنتمنى انكم تحتلوا الصداره فيها؟ استاذ انا واثق انه الناس اللي كانوا كيصوتوا علينا غيصوتوا علينا قبل الباب ماشي قبل السيدي، والنتائج ديالنا اللي غتكون في الاستحقاقات القادمه هي اللي غادي تاكد الطرح ديالي ولا غتنفي. انه الباب اكبر من اي شخص، اكبر من اي واحد يحسب لي راسه هو اللي خلق الحزب. الحزب كي ويشتغل بالرجالات اللي كيامنوا به والرجالات اللي كيامنوا بالمشروع، ومن اختار تغيير اللون ديالو هو حر في ذلك والقانون يسمح بذلك في اطار احترام المسطره. واظن انه الاخوين اللي غادروا راه فاهمين هادشي. واش ما كانش شي محاولات على مستوى الامانه العامه او على مستوى الفرق؟ دابا استاذ ما بغيتش نطولوا في هاد جو بونس با المواطنين الجديدين اليوم كيتابعونا الهم ديالهم واش زايدي باقي في الباوم ولا لا، كاين اللي ما كيعرفش زايدي. دونك نتجاوزوه، هو حر مشى لحزب واحد اخر والبام سيستمر بالزايدي ولا بالزايدي. اذا السي هشام الان كنشوف انه تم الاختيار ديال وجه بارز هو الاخ مهدب كامين اقليمي لحزب الاصاله والمعاصره الجديده، وهو وجه جديد في البام. شنو كتوقع؟ يعني هو عنده انتصارات سابقه بحكم الانتماء ديال الاسره عريقه، الاسره اللي عندها شان في العمليه الانتخابيه، كيفاش كتوقع التدبير ديالو للمرحله المقبله؟ العائله ديال مهتم لها صيت كبير في الاقليم وعندها بلاصتها مع قبائل الوكاله وعندها بلاصتها في المشهد السياسي، وحزب اسره ومعاصره فاش دار الثقه في هذه العائله لانه عارفها صفحه بيضاء وممكن تقدم الكثير للحزب ومع عن طريق الحزب للاقليم، وهذا الشيء اللي كنترجوا منهم. وانا على يقين انهم يكونوا في مستوى التطلعات ديال القياده اللي تقت فيهم، وغيكونوا في مستوى تطلعات المواطنين اللي غيصوتوا عليهم بكثافه ان شاء الله في الاستحقاقات القادمه. بالنسبه لعمليه اختيار المرشحين في اللوائح ديال حزب الاصاله والمعاصره، هل سيتم اعتماد المبادئ المتعارف عليها اللي هي الديمقراطيه والشفافيه يعني باشراك الجميع، ام ستمنح الصلاحيات لوكلاء اللوائح انهم يختاروا المرشحين ديالهم؟ شوف المسطره ديال التسكير في حزب الاصاله والمعاصره مسطره واضحه، النظام الاساسي كيفصل فيها، كاين اللجنه الوطنيه للانتخابات هي اللي كتبت في وكلاء اللائحه، وكاينه لجان اقليميه الانتخابات هي التي تبت في تسكيات على مستوى الغرف وعلى مستوى الجماعات. والمسطره مازال في طور ديالها، وفي القادم الايام غادي نتعرفوا على اللوائح اللي غترشح في مستوى الجماعات ديال الجديده. والحمد لله حزب الاصاله والمعاصره كان سباق فاش اعلن على المرشحين ديالو، لانه اللجنه الوطنيه للانتخابات قامت بواحد على راس السي حموتي والسي سمير قدر، قامت بواحد العمل كبير ودارت واحد زيارات مكوكيه لجميع جهات المملكه وتصنتات الناس واشتركات جميع الفاعلين المستوى الاقاليم في اختيار المرشحين. والهدف من هذا هو انه حزب الاصاله المعاصره ياخذ صداره وياخذ موقع ديالو السليم في الانتخابات الجايه. إذن على ذكر الصدارة، حنا كنعرفوا أن حزب الأصالة والمعاصرة في الولاية السابقة احتل فعلا الصدارة بمدينة الجديدة وترأس الجامعة ديال مدينة الجديدة وقام بمجموعة ديال الأعمال. الآن كاين حزب أغلبية تتشكل أساسا من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، بحكم موقع المسؤولية ديالك نبغيو دير لنا واحد المقارنة ما بين الحصيلة إن شئت، ما بين حصيلة حزب الاصاله والمعاصره وحزب الاستقلال والعداله والتنميه من خلال تسيير جامعه الجديده. في الولايه اللي تراس فيها الحزب
الجماعة الجديدة كانوا بعض الأمور اللي دارت وأصبنا في أمور أخطأنا في أمور كجميع الناس في هذه الولاية. ممكن أنه المجلس الحالي كان عنده وجهة نظر مختلفة لسيرورة الأمور على مستوى المدينة. أنا اجتماع بلاصي باش ندير ترتيب المسؤوليات، المواطنين هما اللي يديروا يحدوا المسؤولية ديالهم، اقتراح هما اللي غادي واش غيزكيو المجلس الحالي ولا غيعطوا الفرصة لمجلس واحد اخر اللي بان لهم فشلوا. ولكن مؤشرات ديال الحصيلة في الأرض الواقع باينة، المناخ ديال الاستثمار غير جذاب للمستثمر. المدينة الجديدة البنية التحتية للأسف الوضع ديالها كيشوفوه المواطنين، مؤشرات ديال المعدل ديال البطالة على مستوى المدينة الجديدة أكبر معدل ديال البطالة في جهة دار بيت أسطاد، وضع جد خطير. الاحتقان الاجتماعي كنشوفوه، المرفق العمومي ما غاديش يكون من فوق، زعما جميع المؤشرات كتعطينا واحد النظرة فوقية على حصيلة ديال جميع الفاعلين من منتخبين، من سلطات محلية، من سيرفيس اكسترن، كل شيء للأسف جديدة تستمر في العبات وتستمر في واحد الطريق اللي غادي بين الحيط ودور في جديدة ودير ميكرو طوطوار وسول المواطنين. واش هذاك يعني ان حزب الاستقلال وحزب العداله والتنميه فشلوا في تحمل المسؤوليه ديالهم في هذه الولايه؟ حزب العداله والتنميه فشل على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي، هذه لا غبار فيها. الحصيله ديال 10 سنوات اللي تحمل فيها المسؤوليه باينه، 10 سنوات ضاعت على المغرب، 10 سنوات ديال الفرص ضائعه، 10 سنوات ديال التعليم ما درنا فيها والو، 10 سنوات ديال الصحه ما درنا والو، 10 سنوات ديال الاستثمار ما درنا فيها. زعما العداله والتنميه كنضيعوا الوقت كنناقشوا الحصيله ديال الصفر، يعني نفس الشيء كينعكس على مستوى المدينه الجديده. للاسف حاجه اللي كيحطوا فيها يدهم العداله والتنميه تفشل ماشي باش خلنا. ولكن بالنسبه لنا حنا الرئاسه ديال الجماعه ديال الجديده فهي الحزب الاستقلال، واش من خلال الاجوبه ديالك كتبين لنا ان الحزب ديال الاستقلال فشل في تدبير جماعه الجديده في هذه الولايه؟ كما قلت لك انا ماشي هنا باش نرتب مسؤوليات. نهار 8 سبتمبر المواطن غادي يمشي للصندوق وغادي يصوت، وتما غادي يعبر على الفشل ولا النجاح ديال كل فاعل سياسي، واظنه الصوره باينه. ولكن انا ما نبغيش نهضر في بلاص المواطنين. اذا وين موقعكم كحزب الاثار والمعاصره كمعارض في تدبير جماعه هنا خاصني نكون واقعي مع راسي. للاسف عندنا فريق ديال حزب الاثار والمعاصره داخل المجلس البلدي كتكون من 8 اعضاء، ولكن المعارضه ديالهم كانت ضعيفه وغائبه مع بعض الحالات الاستثنائية موسمية، مرة ما كنفهموش، مرة في معارضة في الأغلبية. ولكن للأسف الإخوان اللي مثلونا في داخل الجامعة ما نقولش فشلوا، ولكن لم يتوفقوا في أداء المهام ديالهم كمعارضة داخل مجلس الجامعة. إذا حنا قلتي لنا كيكونوا تارة في الأغلبية وتارة في المعارضة، بالرغم من أن المواطن الجديد يعرفهم أصلا في المعارضة، شنو هو الإجراء اللي كتاخذوه على مستوى الحزب ملي تيكون واحد العضو نتوما اصلا ما بقيتوش عارفين واش في الاغلبيه ولا في المعارضه؟ اظن اول اجراء دار الحزب انه ما يكونوش حاضرين في اللوائح القادمه. وفاش غيتعلنوا اللوائح جوبونس با شي واحد غيتعاود من داخل المجلس الجماعي مع استثناءات. اذا هذا السي هشام واش كيعني ان بعض الوجوه القديمه داخل الحزب ديالكم ما غتكونش في اللائحه المقبله على مستوى مدينه الجديده؟ هذه ضروره، نورمالمون جميع الاحزاب خص تجاوب مع النداء ديال اعلى سلطه في البلاد جديد النخب، وما بقاش عطاو تزكيه لنا بورتكي. حنا بداو نخطأنا في بعض المحطات وعطينا تزكيه لبعض الناس اللي ما كانوش مستوى الثقه ديال الحزب. نورمالمون جميع الاحزاب خصها، ولكن للاسف انا دابا راه غنهضر معك كمواطن جديد اكثر للاسف جميع نفس الوجوه غتعاود عندنا في اقليم جديد. فين كاين المشكل؟ مكنفهمش. نفس الوجوه كاين الميركاتو الانتخابي، واحد كيكون لاعب إلي دروات كيولي لاعب إلي غوش وكيمشي من هذا الحزب هذا الحزب، ولكن نفس الوجوه غتكرر بدون وجوه اللي ماشي عندها فشل في 5 سنين، وجوه اللي 30 عام و 40 عام وهي فاشلة في مستوى التسيير، وجوه اللي الصغير والكبير كيعرفها شنو هي الحصيلة ديالها، وجوه اللي الملفات موراها. لكن للأسف تتكرر،
وللاسف المواطن الجديدين مشارك في هذا الشيء لانه كيعاود يزكيهم وكيعاود يصوت عليهم. وثاني نسبه المشاركه في العمليه الانتخابيه في اقليم جديده كتبين لك انه مواطن جديد يستحق ما يقع له لانه لا ينخرط في عمليه تغيير وعمليه اصلاح ما كيصوتش وينتقد نهار كامل. ما فهمتش انا كمواطن جديد انا دابا ظروف مهنيه انا بعيد على المدينه الجديده دابا العمل ديالي في الرباط فاش كنشوف ما تحقق بمدينه الرباط من بنيه تحتيه ومن مرافق عموميه ومن مناخ ديال المدينه كيعطيك رغبه في الانتاج ورغبه في انك تكون مواطن صالح. جديده للاسف حاجه ما كتفرح ما هذا ما كيعنيش ان المواطن الجديد ما دار حتى شي حاجه بالعكس كنلاحظوا في يعني عبر صفحات التواصل الاجتماعي ان كاين واحد الحملات اللي كتطالب بالتجديد وتطالب بالنخبه المثقفه وكتطالب بان داك يعني الوجوه القديمه انها تفسح المجال لوجوه جديده اللي قادره تعطي في هذا المجال. ولكن كاين فرق كبير بين ما يقع في مستوى الفيسبوك والعالم الافتراضي وما يقع في الارض. الناس خاصها تخرج تنخرط تدخل الاحزاب لبالو ليها كاين واحد الشيوخ ووجوه ما عاجبين في الاحزاب يحيدوهم ويجيو بلاصتهم ويشاركوا في العمليه ويغيروا من داخل المؤسسات. انه للاسف الناس اللي اغلب الناس اللي اليوم حاضرين في العالم الافتراضي ما تسجلش كاع في العمليه الانتخابيه غير منخرط في المنظومه الديمقراطيه ديال البلاد وما مسوقش وينادي بالتغيير ولا انا ماشي ما نكونش عاود ثاني نحملوا السياسي نحملوا كل شيء. راه بعض المرات الاحزاب راه كما كتلقى الدور ما كتلقاش شكون ترشك تاع ترش ناس الوجوه. راه للاسف العرض السياسي ديال الوجوه اللي ممكن اليوم نعطيوها الفرصه تدخل تسكيات راه ناس الوجوه راه غير كنلاحظوا ان حتى الاحزاب كتساهم في هذا الشيء لان الاحزاب غالبا تميل كيف ما تنقولوا للمشكاره ما كتبغيش تجيب وجوه جديده مثقفه وهذه خاص وهذا راه الاحزاب تاعي راه خاصها دير النقد الذاتي غير انا عاوتاني نصف الاحزاب ونقول لك علاش كدير المشكاره لانه للاسف الكتله الناخبه اليوم اللي كتمشي لصناديق الاقتراع غالبا ما كتكون عندها واحد العلاقه نفعيه مع هذاك المرشح. دونك الاحزاب حتى هي ولات كتقلب اليوم على ناس اللي عندهم امتداد شعبي مع الناس والناس الاعيان ديال البلاد والناس اللي عندها المواطنين عندهم مع مصالح. للاسف هو الواقع هو هذا والمواطن حتى هو شريك في هذا الشيء. ولكن ربما تكون اسباب اخرى اللي كتخلي ان الاحزاب كتميل للمشكره لانهم تيمولوا الحملات الانتخابيه ديالهم مساله طبع الاوراق مساله بالرغم من ان كنعرفوا الاحزاب راه كتاخذ دعم من الدوله لهذه المساله. طبعا الدعم ديال الدوله ديال الاحزاب ممكن يكفيهم حتى في طبع الاوراق باش نقول لك وانا كنهضر وعارف علاش كنهضر. هذاك الدعم ديال الاحزاب اللي بعض المرات شي اصوات كدير عليه قيامه راه ما كيكفيهمش حتى في التسيير ديال ميزانيه التسيير ديال الاحزاب. باش نكون واضحين غادي يخرج اطار شاب غيترشح ما يصوتوش ليه الناس. علاش؟ لانه دوك النخبه ديال الطبقه المتوسطه والناس اللي قارين وواعيين شويه دوك 50% اللي كتصوتش واللي ما مسجلش غادا ما هضرش اللي ما مسجلاش هما اللي ممكن يصوتوا على هذا الاطار شاب ولا هذا الاطار شابه ولا هذه ما كيصوتوش ما كيشاركوش في العمليه. يعني هذوك الاعيان والكائنات الانتخابيه تتقاسم الكتله اللي كتشارك في العمليه وهي اللي كتبقى ونفس الوجوه تتكرر ونفس وانتم كحزب الاثار والمعاصر رشحتوا اطار شاب على مستوى مدينه الجديده. انا كنهضرك المنظومه ديال العمليه المستوى الوطني. احنا داخل الحزب قمنا بنقد ذاتي مع المؤتمر الرابع ديال الحزب وقبل المؤتمر كان واحد الحراك كبير داخل الحزب وكان اول نقط اللي اسست لهذا الحراك هو تجديد النخب. انا اليوم كل شيء وعي انه محتاجين نخب جديده عندنا مشاكل جديده عندنا اكراهات جديده في المجتمع اللي ما يمكنش يتفاعل مع النخبه القديمه. خاصنا الاولاد اليوم باش يحلوا مشاكل اليوم قمنا ببعض الخطوات في هذا الاتجاه فشلنا في خطوات اخرى ولكن الحمد لله اليوم الحزب في المسار الصحيح لتقديم عرض افضل ما كان عليه في الماضي
وان شاء الله الانتخابات الجايه غادي نفاجئوا المجلس السياسي ماشي بالنتيجه. النتيجه انا جد مرتاح تكون عندنا نتيجه ما فاشيش، ولكن نفاجئهم بوجوه جديده ان شاء الله اللي غادي تكون في الاجهزه المنتخبه على مستوى الانتخابات الشرعيه وعلى مستوى الانتخابات الجماعيه. اذا بالنسبه لكم داخل حزب الاصاله والمعاصره الان انتم متفائلين لترشيح واحد الاطار شاب، ولكن كنشوفوا على مستوى المشهد السياسي خاصة على مستوى مدينة الجديدة مجموعة ديال الأحزاب اللي ما سبقش لها كانت تمثل داخل يعني مدينة الجديدة. الآن واش مسألة العتبة هي اللي خلت واحد المجموعة ديال اللوائح كنشوفوها الآن كتستعد باش تدخل الغمار ديال الاستحقاقات المقبلة؟ ودابا المتغير اللي كان في هذه الاستحقاقات هذه اللي جاية هو أنه على مستوى اللوائح الجماعية تم إلغاء العتبة، ومع إلغاء العتبة يعني عطات فرصة للوائح اللي كنت ما كتجيبش أصوات كثيرة أنها تولج جماعة. لهذا بعد الوجوه السياسية اللي كنا زعما كنقدروهم وكنحترم مشاو اليوم الأحزاب غابرة، أحزاب غير معروفة، أحزاب ناكرة، وجابوا تزكية واش مو في نفس الوقت لكنا ديمقراطيين ما خصنا نقصوا حتى واحد. غير المشكلة أنا ساري كنتوقع المشهد ما بعد الانتخابات غتكون واحد العملية ديال البرقانة كبيرة داخل المجلس الجماعي، وللأسف الرئيس القادم غتكون عنده واحد مسؤولية كبيرة باش يبغي يدوز كل دورة، غادي يكون عنده مشاكل كبيرة باش يبقى محافظ على الأغلبية ديالو ويبقى محافظ على النصاب حتى في الدورات. المهم احنا ديمقراطيين، هذا القانون الجديد جاء وفق الآلية الديمقراطية اللي عندنا في البلاد، خصنا نحترموا وسنعملوا به، وإلا تثبت الفشل ديالو ممكن نغيروا فيما بعد. إذا واش تقدر تعطينا شي قراءه للمشهد السياسي الآن على مستوى مدينة الجديدة وسيدي بنور بحكم أنك أنت عضو ديال المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة؟ لا الصفة ديالي على مستوى الحزب ممكن نعطيك قراءة ناخذوا على الصعيد الوطني ثم نوصلوا على ما هو محلي. شوف اليوم الحزب الأصالة والمعاصرة يستعد لكسب ثقة المغاربة باش يتصدر الانتخابات، وجدنا لهذا الشيء خدمنا واحد البرنامج الانتخابي غادي يكون العرض ديالو ان شاء الله في 8 غشت غادي يقدموا اللجنة المكلفة بهذا البرنامج باش ان شاء الله يكون هو التعاقد اللي عندنا مع المواطنين ان شاء الله في الى عطاونا الثقه تراسنا الحكومه باش نحاولوا نزعزعوا الامور ونحاولوا نخرجوا البلاد من هذه الازمه اللي كتمر فيها من 10 سنوات، الازمه اللي جات مع ترأس حزب عداله التنميه للحكومه والى جانب حلفاء لي معها التجمع الوطني الاحرار وكاع الحلفاء لي كلهم انا كنكون حصيله ديال الاغلبيه ماشي ديال حزب عداله التنميه، واظن انه غنكونوا في مستوى التحدي وفي مستوى اللحظه التاريخيه اللي دازت من البلاد، لان يعني في المستقبل محتاج الحكومه تكون قويه، حكومه يكون عندها الشجاعه والجراه، وكما قال السيد الامين العام حكومه اللي غيكون على راسها واحد رئيس حكومه انتحاري، لان يعني احنا محتاجين قرارات جريئه وقرارات اللي ممكن تكون صعيبه على الشعبيه ديال الاحزاب ولكن قرارات اللي ممكن تكون في صالح الوطن، وهذا الشيء اللي كنتمناه ان شاء الله ما بعد الانتخابات. على مستوى اقليم الجديده الحزب ان شاء الله يستمر في الاشتغال من اجل تحصيل المكتسبات الانتخابيه اللي عنده على مستوى الاقليمين، وانا متفائل جدا مع تحمل المسؤوليه على المستوى الاقليمين ديال السي عبد الحق مهدب على مستوى الجديده وسي فتح بار على مستوى سيد النور، واخيرا المشهد السياسي على مستوى دكاله على مستوى الاقليمين للاسف ممكن احنا كحزب صاحب معاصره ممكن عندنا واحد الطرف ديال المسؤوليه في هذا الشيء، ولكن للاسف بعض الوجوه غادي تتكرر وبعض الاخطاء غادي تتكرر، هذا الشيء ماشي في صالح ديال المواطنين، ولكن غنحاولوا من جانبنا كحزب صاحب معاصره نحاولوا نخفوا من هذا الوطء ديال هذه القرارات اللي خلتها الاحزاب الاخرين في اطار التحالفات ديالنا باش نزكيو الناس، لكن غنتحالفوا نحطوا الاغلبيه شنو نعطيوها الناس اللي في الناس اللي كيستحقوا، ولا على مستوى الحزب ديالنا الناس اللي نحاولوا نحطوا في المسؤوليه الناس اللي كيستحقوا الناس اللي ممكن يغيروا من حال ديال المواطن الدكالي. اذا على مستوى جهات الدار البيضاء السطات بصفه عامه كنعرفوا رئاسه الجهه مجموعه ديال الجماعات الغرف التمثيليه البرلمانيه كيف ما قلنا عندنا
العضوية داخل الجماعات وداخل المجالس بالمئات، واش حزب الأصالة والمعاصرة قادر يحافظ على هذه المكتسبات خلال الاستحقاقات المقبلة؟ أنا عندي اليقين أنه الحزب قادر أنه يحافظ على الصدارة اللي عنده بزوجة الدار بدا سطات، ولكن اللي بغينا هو أنه ينتصر الديمقراطية في الانتخابات الجاية، ما ينتصرش البام ولا ينتصر حزب واحد آخر، وإن أنه الانتخابات دوز في أشواء سليمة، دوز في شفافية وفي النزاهة، ويكون عاود ثاني واحد العرس ديمقراطي، ويبين انه البلاد تستمر في هذاك المسلسل ديال الانتقال الديمقراطي ديالها لتحصين كل ما اكتسبناه من مصداقيه في المشهد العالمي، وسورتو مع الدور اللي ولا كيلعبوا دابا المغرب على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي كقوه سياسيه جديده وقوه اقتصاديه على مستوى افريقيا. وحنا محتاجين اننا ننجحوا هذه العمليه الديمقراطيه باش الجبهه الداخليه دائما تبقى قوية وتبقى ران إشارة جميع التحديات اللي كتمر منهم من المملكة. إذن السعرود كلمة أخيرة مقتضبة، الوقت يداهمنا. كلمة أخيرة، وأنا هذه فرصة مع الجديدة 24 اللي كتربطني معهم علاقة منذ سنوات وأصدقاء ديالي في الموقع الناجح، وأنا الموقع الأول داخل الإقليم، وكنوجه مساج للمواطنين وصوت الشباب يعني صوتوا خصهم يخرجوا يصوتوا، ما نقولش يصوتوا على البام، صوتوا على الناس اللي يبان لكم اصلح واللي يبان لكم ممكن يقدموا. اذا شكرا لك سي هشام. شكرا لك. الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج مع الحدث، الى حلقه اخرى ومع وجه اخر، الى اللقاء.